ديوس يلعب الكرة لنواف المطيري، يتقدم نواف، يبحث معها نواف، يلعب الكرة دياكو، لكن أيضا جمعان الدوسري يقطع الطريق ليبدأ العروبة من جديد. نواف المطيري، يونو فاسكيز الأرجنتيني، نواف المطيري يتقدم، نواف يلعب الكرة للإسترالي بالمقاطي يتقدم، نواف المطيري، نواف نواف يفضل أن يرسل الكرة دياكو. حامد يتقدم يلعب الكرة لنواف المطيري بعد ذلك للإسترالي، كورنر من جديد يلعب. عود للمطيري يتقدم، كرنشي لنواف، صالح حامد، المطيري يحاول الظهير الأيسر بصفوف العروبة. تتحدث نواف المطيري من جديد تياكو بيزيرا عن الإحصاء، وعند الدقيقة 38 أحمد ياسين يتقدم، تعود من جديد، تعود من جديد نواف المطيري لأنيتا من جديد لصالح حامد، قاطي يلعب يترك الكرة لأنيتا اللي هو الشوط المباراة الثاني، تلعب الكرة لصالحي من لصالحي العروبة، يسقل على يسار الشاشة العروبة بطقمه على القاطي، واف المطيري لصالح نكلون، بعد ذلك بعد تنقل الكرات تلعب العرضية بحثا عن من، بحثا عن كورنر، لكن أيضا القصير الأسترابع معها البدلاء، يتواجد كل من بعد هذه الكرة، النواف المطيري يفضل يرسل الكرة التصويبة، لكن مرة تعدت لضربة ركنية لصالحي العروبة، صالحي العروبة، رافع الرويلي في دكة الاحتياط، سليمان النخلي، إبراهيم الحربي، بندر أحمد، وفهد الدوسري، محمد سفيان، يكون أحد أهم الأهداف بالنسبة لتياكو بيزيرا، وقد يكون استلام من جديد، لكن أيضا تتخلص، أيضا تتخلص لتتحول بعد ذلك سامويل، ظهر الرقم 9 يا سامويل هناك في العروبة وسجل هدف عالمي، لكن ألغي، ماذا عنك يا السويدي؟ الاستلام سي تعود من جديد، والمحاولة نكلولو مرة أخرى يلعب من جانب العربة، لكن قام بالسلامة، تعود من جديد بحثا والاستلام من جانب تياكو، تياكو كما قلت واف، تقدم المطيري نكلولو من جديد، يسقط، يتحول لرمية تماس في هذه الجولة، تلقى ماتيوس اللي عاد فيها من جديد لتعود له قلب الدفاع المتقدم الآن من أجل عودتي وردة فعل بالنسبة للعروبة، نكلولو مرة أخرى يحاول معها، لكن أيضا قطع الطريق سعود نواف المطيري، ماتيوس يعود لصالحي، عزل الكرة بشكل مثالي ومميز بعد ذلك لصالحي بيني، نكلولو من جديد، قوطة من جانب سعود الراشد المتقدم بالكرة الماضية، نكلولو الفرنسي اللي وقف على كورته، نكلولو المواجهة إلى الآن، هل من عودة، هل من عودة، قادرين على أن يعودون، تلعب الكرة تدخل عروبة، يحاول معها نواف المطيري يلعب الكرة، لكن أيضا سهلة تصل لرافائيل مارتينيز العراقي، بدل الضاع يا سعود، سعود يحاول، ما لم تتجاوز الكرة الخط من جديد، إبراهيم تعود من جديد، حسين العيسى، حسين، حسين يلعب الكرة، يكسب معها ضربة ركنية، حسين العيسى كان